بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله في محاضرة اليوم بدنا ناخذ مثال إضافي على الجينيتك ألغوريثم. في المحاضرة الماضية شرحنا يعني المفاهيم الأساسية المتعلقة بالخوارزميات الجينية وشفنا إيش هي الألغوريثم ستيبس، واليوم إن شاء الله بدنا ناخذ مثال إضافي على المعادلة هذه، إنه في أنا عندي two variables زي ما هو واضح أمامي على الشاشة. بس تذكيرا بشكل سريع انه انا عندي الخطوة الاولى انه انا انه انا بدي احدد حجم البوبوليشن، انه حسب المثال تبعنا انه حددنا انه انا عندي 6 كروموزوم، بدي احدد طريقة التمثيل تمام، وبدي احدد الفيتنس فانكشن، وبناء على تحديد الفيتنس فانكشن بقدر انه انا احسب الفيتنس لكل كروموزوم. فبالتالي هذا الكروموزوم الفيتنس 36 44 14 الى اخره. طبعا بناء على الفتنس بروح بدخلهم على الرولت ويل او عجلة الحظ، انه بيتم اختيار بيناتهم بشكل عشوائي، ولكن في نفس الوقت اللي الفتنس تبعته اعلى بيكون في له فرصة اكتر في انه يتم اختياره للتزاوج تمام. فبختار تو كروموزومز، انه هدول التو كروموزومز انه رح يتم بيناتهم عملية التزاوج الكروس اوفر اوبريتور، رح يتم عملية تبادل للجينات بهذا الشكل تمام. طبعا الكروس اوفر بتم انه حسب البروبابيليتي، فبالتالي انا في عندي هنا تم اختيار 3 ازواج لتوليد 3 ازواج لتوليد 6 كروموزومات تمام. طبعا يعني حسب الكروس اوفر بروبابيليتي انه هذا البير انه صار فيه بيناتهم كروس اوفر، كذلك هذا البير، هذا البير لا ما صارش فيه كروس اوفر. اعتقد انه كانت انه الكروس اوفر probability لإلهم كانت 0.7. بعد هيك انه المرحلة اللي بعديها انه بدنا نحدث طفرة في الجينات الناتجة. الطفرة ببساطة انه انا بختار جين بشكل عشوائي وبروح بعمل له فليب، بقلبه انه بدل مكان صفر بصير، بدل مكان واحد بصير صفر او العكس صحيح، وبالتالي بتولد انا عندي الجيل الجديد الجينريشن اي بلس 1. طبعا فيه له تمثيل ككروموزومز، بقدر احسب له الفتنس، قدرت انه انا احسب الفتنس بروح بدخله على عجلة الحظ، وهكذا بستمر باستمرار لغاية لما اصل لحل انا راضي عنه. المثال اللي بدنا ناخده اليوم، يعني طبعا المثال تبع المرة الماضية انه انا كان في عندي variable واحد اللي هو الاكس تمام. المثال تبع اليوم ان شاء الله بدنا نشوف انه في عندي فعليا two variables اللي هما الاكس والواي، الاكس والواي تمام. والمعادلة تبعته زي ما انتم شايفين هيها بهذا الشكل. طبعا المعادلة هذه زي ما انتم شايفين معقدة، والمطلوب انه انا اوجد الماكسيموم تبع هاي المعادلة تمام. طبعا الماكسيموم هذه المعادلة قد تكون انه بتمثل بروبلم معينة، قد تكون انه بتمثل مثلا انا في عندي المدخلات تبعتها two variables اللي هما الاكس والواي. الاكس والواي قد يمثلوا انه variables انه كانبوت، مثلا انه مثلا جودة المواد الخام اللي انا بستخدمها في عملية الانتاج مثلا، وهنا انه التكلفة على سبيل المثال، وانه انا بدي اعمل مثلا maximization للارباح مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه دائما الformulation للproblem مهم جدا، واختيار الفاريبلز انه مهم جدا في هاي الدالة. ف يعني احنا للمرة الثانية انه انا عندي الفيتنس فانكشن انه هي جاهزة والفاريبلز معرفة، بدنا نمشي في خطوات انه احنا كيف ممكن انه احنا نمثل هاي المتغيرات، وكيف انه احنا ممكن نشغل الجينيتك ألغوريثم عليها تمام. طيب الان بدي احدد نطاق المتغيرات هذه اللي هو الاكس والواي تمام. طبعا النطاق تبعهم من ناقص 3 الى 3 تمام. الخطوة الاولى انه احنا بدنا نعمل represent للproblem variables على شكل كروموزومز. مدام انا في عندي two variables، معنى ذلك انه انا بدي الكروموزوم انه two variables هذول يكونوا encoded في الكروموزوم هذا. فبالتالي طريقة التمثيل انه حتكون بهذا الشكل، انه انا في عندي هنا 16 بت تمام، راح يكون 8 للاكس و8 للواي بهذا الشكل. فبالتالي انه هذه عبارة عن 16 بت تمام، في انا عندي 8 بتس للاكس و8 بتس
للواي بهذا الشكل. فبالتالي أنا صار في عندي كروموزوم واحد بثير يعني بيصير فيه تمثيل كل الفاريبلز. الآن لو كان في عندي أكثر كذلك بدي أوجد طريقة إنه أنا أمثل هدول الفاريبلز أنا عندي بهذا الشكل. هل بالضرورة إنه أنا أستخدم الباينري سترينجز أو البيتس إنه الصفر والواحد في التمثيل؟ مش بالضرورة، زي ما حنشوف إنه في مشاكل أخرى ممكن أستخدم رموز أخرى في تمثيل الكروموزومز. وبرجع مرة تانية بأكد إنه أنت كأي آي ديفلوبر أو الخلاصة أو المخرج المفروض إنه أنت تطلع منه يعني تطلع فيه كطالب من هذا الدرس، إنه يكون في عندك القدرة إنه أنت تعمل فورميليشن للبروبلم معينة، وإنه أنت تقدر إنه أنت ترمزها ككروموزوم، وتقدر إنه أنت تصيغ الفيتنس فانكشن. إذا أنت عملت هاي الشغلات خلاص، فبالتالي إنه بضل الستيب إنه أنت تعمل ران للألغوريثم بحيث إنه أنت توجد السوليوشن. طبعا جودة السوليوشن انه بيعتمد على جودة الكروموزومز انه كيف تم تمثيلها، وهل الفيتنس فانكشن فعلا بتعكس انه مقدار جودة الحلول او الكروموزومز اللي موجودة عندي. زي ما اتفقنا انه انا في عندي 16 بت 8 للإكس و 8 للواي، تمام. طبعا حددت حجم البوبيليشن، انا عندي هنا الان 6 بهذا الشكل، تمام. وبدي احسب الفيتنس مثلا لكروموزوم معين، كيف بده يتم الحساب؟ انه بده يتم الحساب انه انا بدي اروح اقسم ال 16 بت هدول ل 8 و 8، تمام، عشان انا اقدر احسب الفيتنس انه انا اعوض فيها في المعادله هذه. زي ما انت شايف المعادله هذه، انت عندك هنا المتغير اكس هنا والمتغير واي، تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انت بدك تعوض بالاكس والواي بهذا الشكل في كل هاي المعادلة. فطريقة تمثيل انه هذا السترينج الباينري سترينج بدنا نحوله من باينري للبيس 10 ديسيمال. فبالتالي انه هذا الرقم انه هاي 1 0 0 1 0 1 0، هاي 1 0 0 1 0 1 0، هذا من باينري بدنا نحوله. هذا عبارة عن تحويل، انه اكيد مرت عليك طريقة التحويل انت عندك في المقدمة في الحاسوب. ف يعني تمثيله هنا بيطلع انه انا عندي 138 بهذا الشكل، تمام. والواي تمثيله بالبيس 10 او البيس 10 انا عندي 59، فبالتالي 138 و59. الان احنا اتفقنا انه الرينج انا عندي، حكينا انه في السلايد السابقه انه احنا بدنا نحدده انه بده يكون من ماينس 3 ل ماينس 3. فاللي بده يصير فعليا هي عباره عن نورماليزيشن للقيم اللي طلعت هاي، تمام، للرينج اللي هو ماينس 3 في من ماينس 3 ل 3. طبعا طريقه النورماليزيشن انه بتكون انه حسب المعادله هاي، تمام، انه انت عندك طول الفتره من ماينس 3 ل 3 6، تمام، وانت عندك طول البيتس انه 256 ناقص 1، طبعا الواحد هذه للساين بيت. فبالتالي انت عندك بتطلع انه هاي القيمه. فاللي بدك تسويه انه فعليا انه انت بدك تاخذ هذه القيمه وتروح تضربها في الرقم البيستن اللي طلع معك، تمام. فبتضرب ال 138 في هذا الرقم اللي هو اجى من المعادله هاي، تمام، وتطرح منها 3 بتطلع هاي الفاليو. وهنا نفس الشيء بالنسبة لل 59، نضربه في هذا الرقم نطرح 3 بيطلع انا عندي هذا الرقم. فبالتالي صار في تمثيل للفاليوز انا عندي يعني انه بهذا الشكل، بس بضل انه انا بدي اعوض في الدالة واحسب الفيتنس. طبعا هنا انا مطلوب مني ان اوجد الماكسيموم البيك تبعت الدالة، تمام، البيك تبع الدالة، الماكسيموم تبع الدالة انه يعني وضع المتغيرات في حال انه تحقيق اعلى ربح، قد يكون الماكسيموم انه تعليق يعني تحقيق اعلى ربح، او مثلا تقليل التكلفة زي ما ذكرنا. فبالتالي انه احنا بدنا نوجد الماكسيموم. بالمناسبة انه في مسائل اخرى لو انا بدي اوجد المينيموم، مثلا على سبيل المثال بدي اوجد اقل تكلفة، او بدي اوجد مثلا اقل أقل جودة للمنتج بحقق مواصفات معينة مثلا على سبيل المثال، فبده يصير إنه الدالة إنه أنا بدي أتعامل معها بالماينس. فبالتالي إنه هي نفس البروبلم إنه أنا بدي أعمل ماكسيمايز بس بدي أحط إشارة ماينس
الدالة كلها، فبالتالي انه بتصير انه نفس البروبلم. فبالتالي حسب طبيعة المطلوب منك سواء كان ماكسيموم او مينيموم نفس الشيء، بس مطلوب منك انه انت تغير الاشارة. البروبابيليتي كروس اوفر البي سي 0.7 والبي ام الميوتيشن 0.01. حكينا انه هدول انه احنا بدنا نثبتهم، وحكينا انه بدنا نفترض انه مطلوب مني انه نعمل لغايه 100 جينيريشن واشوف طبيعه الحل الموجود انا عندي، وكل جينيريشن بيتكون من 6 كروموزومز زي ما حكينا انه النمبر اوف بوبيليشنز. تمام. طيب هذا فعليا شكل الداله. انا في عندي ثلاث يعني متغيرين اللي هو الاكس والواي. تمام. وانا عندي ناتج الداله، تمام، انه هذه قيمه الداله، هذا اف اكس واي، تمام، وهذا الاكس، تمام، او العكس انه انا عندي يفترض انه هذا الاكس، تمام، وهذا الواي بهذا الشكل. تمام. فانه لما تكون انا عندي مثلا على سبيل المثال انه ماينس واحد وماينس واحد في الاكس والواي، قديش انا بتكون انا عندي قيمة الدالة انه عند النقطة هذه مثلا، انه على سبيل المثال زي هيك، انه حسب الكونتور لاينز انه بتكون بهذا الشكل. طبعا الرسمة هذه زي ما انت شايف انه انا في عندي اكتر من بيك، تمام، في الدالة. البيك انه انت في عندك البيك هاي، هيا، تمام، وعندك البيك هاي، تمام. هذه عادة ان احنا بنسميها اللوكال ماكسيموم، وهذه الجلوبال ماكسيموم. الجلوبال انه هي اعلى بيك انا عندي في الدالة، واللوكال هي عبارة عن بيك ولكن مش اعلى واحدة، طبعا بمقارنة النقاط اللي موجودة انه حواليها. ف فعليا هي عبارة عن سيرش بروبلم. برجع بذكر انه يعني بدي اربط هذا الموضوع في انه solving problem by search في الاي اي، انه هذه عبارة عن search problem، انه انت بدك تبحث عن قيمة الاكس، تمام، وقيمة الواي اللي بتخلي الدالة اعلى ما يمكن. فبالتالي انه هذه عبارة عن search problem. طبعا هاي شكل رسمة الدالة، انه انت عندك عند الانيشال population اللي بتم اختيارهم عشوائي، فانت عندك كروموزوم هنا، عندك كروموزوم هنا، واثنين هنا، واثنين موزعين انه هنا بهذا الشكل. تمام. الان بناء على يعني اول رن او اول جيل تم توليده بعد الانيشال بوبوليشن، بدنا نشوف كيف شكله بصير. فبالتالي هذا الفيرست جينيريشن. لاحظ انه انت كان في عندك انه هنا كروموزوم موجود هنا، تم استبعاده لانه الفتنس تبعته انه كتير بعيده، تمام، وصارت انه الجينز انه مركزه انا عندي حوالين البيست سوليوشن اللي هو يفترض انه عند المنطقه هذه او عند المنطقه هذه. وزي ما اتفقنا انه هذه اللوكال وهذه الجلوبال. انا ما بديش هاي، ولكن انه انا بدي هاي، ولكن انه يعني وجود الكروموزومز في المنطقه هذه يعتبر انه هو قريب من الحل اللي موجود في المنطقه هاي بهذا الشكل. تمام. الان بعد فتره من الجينيريشنز بنلاقي انه كل الحلول اتركزت، تمام، عند اللوكال ماكسيموم، تمام، بسبب انه يعني الفتنس تبعت الفانكشن انه احنا بنعوض في الداله، بنلاقي انه عند المنطقه هذه انه بتجيب لي اعلى قيمه للداله بالمقارنه بالنقاط اللي موجوده حواليها. فبالتالي انه كل الكروموزومز بتتركز في المنطقة هذه. هو فعليا بيكون انه ليش انه بنسميها اللوكال، لانه فيش عنده نظرة شاملة انه والله في منطقة تانية اعلى من هنا. فبالتالي انه نوعية الكروموزومز اللي موجودة مش قادرة انه هي تشوف انه المنطقة اللي موجودة هنا. ايش اللي حيحدث التغيير فعليا، او ايش اللي حينقذنا من انه احنا نضلنا ستاك في اللوكال ماكسيموم، اللي هي عملية الميوتيشن، الطفرة. حدوث طفرة انه بيخلي انه الكروموزومز انه بدل ما انه يكون في عندي كروموزوم مركز هنا، فممكن انه يصير طفرة انه يجي كروموزوم هنا، يجي كروموزوم هنا، فبالتالي انه راح ينجذب للجلوبال ماكسيموم. فبالتالي شايفين كيف انه الميوتيشن فعليا انه هي بتساعد في ايجاد الحلول الافضل. طبعا ممكن انه يكون الميوتيشن عكسية، انه هي تروح تبعدني تاني، انه تخلي انه مكان الكروموزوم هنا، في انه صار في تغيير للجين،
انه يكون هنا، ولكن انه هذا ككروموزوم انه حيتم استبعاده. ليش؟ لانه الفتنس تبعته مش كتير ممتازه، تمام. لكن انه لما يكون الجين موجود هنا راح يتم اختياره، لانه فعلا انه هو قريب من الجلوبال ماكسيموم، وانه هو كسوليوشن ات از فيري جود، تمام. الان بعد ما انا يعني صار في عندي طفره، تمام، تركزت انا عندي الكروموزومز عند الجلوبال ماكسيموم، وفعلا انا اوجدت البيك تبع الداله عند المنطقه هذه، وبالتالي انه انا يعني اوجدت الحل المطلوب، تمام. طبعا هذا الكلام تمثيله كرسمه، هذه الرسمه كتير كتير مهمه. انا في عندي هنا في الواي، ركز معايا انه انت في، انا عندي الفتنس، تمام، وفي الاكس اللي هي عدد الجينيريشنز، يعني شبيهه بالنيورال نتوركس نوعا ما، لانه في النيورال نتوركس انه انت بيكون عندك هنا الايرور، تمام، وهنا بيكون عندك الايبكس، عدد السايكلز اللي انت عملت يعني ترين على كل الاكزامبلز انت عندك في النيورال نتورك. هنا انا عندي جينيريشن، كم جينيريشن انت مشيت؟ احنا اتفقنا انه احنا بدنا نمشي لغايه 100 جينيريشن، تمام. فانه عند الانيشال بوبوليشن انه تركز الحل تقريبا عند اللوكال ماكسيموم لغايه مثلا الجيل 51 مثلا على سبيل المثال، تمام. وطريقه انه صار ستك هنا او ستيبل هنا ان صح التعبير، انه خلص انه هاي كان شايف انه هي اللوكال ماكسيموم، وانه خلص انه الاجيال انه بتتركز حوالين هاي النقطه بسبب انه الفتنس. الآن بعد عدد معين من الأجيال أو فترة معينة من الاستقرار، صار في عندي طفرة نقل الكروموزومز، نوعية الحلول أنا عندي عند منطقة تانية، فبالتالي قفزت الفتنس تبعتها عند هاي المنطقة، تمام، لغاية لما إحنا استقرينا عند يعني أكثر منطقة أو يعني أعلى فاليو يعني بيك إحنا بنعتبر إنه إحنا وصلنا لإلها. طبعا هنا تذكير إنه كان أنا عندي البي سي 0.7 والبي ام 0.1 البروبابيليتي تبعت الكروس اوفر والميوتيشن، تمام. ففعليا بيوضح هذه الرسمه كيف انه انا فعلا استكت في اللوكال ماكسيموم، وكيف انه الميوتيشن انه خلتني انه انا اطلع من هاي المنطقه وادخل في المنطقه اللي قريبه من الجلوبال ماكسيموم، تمام. طيب برجع بذكرك مرة تانية انه انا عندي هنا الميت جنريشن وستة كروموزومز. فعليا انت عندك في الرسمة بتلاحظ انه انت في عندك هنا البست والافريج. البست اللي هو عبارة عن الفاليو تبعت البست فتنس او البست كروموزوم، قديش قيمة الفتنس تبعته. والافريج هي عبارة عن المتوسط تبع الستة كروموزومز تبعت البوبيليشن تبعتي في كل جيل. طيب ممكن ان احنا نلعب، ايش ممكن ان احنا نلعب؟ انه بدل ما كان انا عندي هنا 1 من 1000 بدنا نزود الميوتيشن. لاحظ انه 1 من 1000 انه كان انا في عندي هنا استقرار للفتنس تبعتي او للحلول تبعتي انه في منطقة معينة بعد ما يعني بعدين صار في قفزة. الان لو زودت الكروس او الميوتيشن، هل فعلا حيكون في فرق؟ اكيد بطبيعة الحال. ففعليا انه هنا انا غيرتها انه صارت انه البروبابيليتي صارت 1 من 100 بدل ما كانت 1 من 1000. لاحظ انت عندك البست والافريج كيف انه هي صار فيها تذبذب بشكل كبير بسبب انه انت في عندك فعليا طفرات كبيرة بتصير. ولكن انا وصلت انه عند المنطقة قريبة من الماكسيموم، تمام، عند جينيريشن مبكر يعني عند ال 35 مثلا على سبيل المثال. لكن في الوضع السابق انا وصلت عند ال 90 مثلا او عند ال 100 عند الماكسيموم جينيريشن، فبالتالي انه زياده الكروس اول يعني البروبابيليتي تبعت الميوتيشن ادى الى وصول للحل يعني باستخدام اجيال اقل او في يعني في مرحله مبكره من تشغيل الالجوريثم. طيب ممكن نلعب في باراميتر ثالث، ممكن نلعب في باراميتر ثالث. بدل ما كان انه انا عندي 6 كروموزوم صار عندي 60 كروموزوم، وبدل ما كان في انا عندي 100 جينيريشن رحت غيرت، رحت حطيتهم 20 جينيريشن ورجعت انا عندي الميوتيشن انا عندي 1 من 1000،
تمام. طبعا هنا وجود كروموزومز اكثر بيعزز انت عندك انه انت تصل للحل. ليش؟ لانه انت عندك البوبوليشن اعلى، فبالتالي احتمال انه يكون منها واحد يعني يعتبر من يعني انه يعني مجموعه منها تعتبر من الجود سوليوشن انه احتمال عالي جدا. فبالتالي فعليا لو نظرنا انه انا عندي هنا الفتنس فانكشن انه سواء كانت للافريج او للبيست انه هي مستقرة، انه فيش فيها تذبذب بشكل كبير زي ما انت شايف بهذا الشكل، واحنا فعليا قدرنا نصل للبيك فاليو يعني تقريبا او قريبة منها في جيل مبكر، خلينا نعتبر انه عند العشرة مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه بعد 10 اجيال احنا وصلنا ل البيك. طبعا هدول الثلاثة باراميترز بيدوا لك انطباع انه انت كيف ممكن تختارهم، وطبعا انه انت بدك تراقب الجراف هذا او الرسمة هاي عن كثب بحيث انه انت تقدر تختار القيمة تبعت الباراميترز هدول. وانت فعليا انه في الثلاث رسمات هدول شفت ايش تأثيرهم في الرسمة الاولى هاي والرسمة الثانية عفوا والرسمة الثالثة. إيه فهيك فعليا انه إيه شفنا مثال تاني للخوارزميات الجينية، وكان في انا عندي متغيرين، وشفنا انه الفيتنس فانكشن كيف انها كانت هي معقدة. المحاضرة الجاية ان شاء الله انه احنا بدنا ناخد كيس ستادي، بدنا ناخد مسألة واحنا بدنا نعملها فورميليشن من الاساس ونحدد صيغة الفيتنس فانكشن ونشغل عليها الجينيتك الجورثيم ونشوف النتيجة. يعطيكم العافية.